مرحبا بكم معنا في موقع لالا بلوس. غادي نقدم لكم ان شاء الله اليوم الخبز بالقرقاع والجبن الابيض. بالنسبه للمكونات اللي عندنا 600 غرام ديال الدقيق الابيض من النوع الممتاز، عندنا 200 غرام ديال الجبن الابيض، واحد 60 غرام ديال القرقاع، عندنا معلقه كبيره ديال الخميره حبيبات، قليل من الملح والماء الكافي باش نجمعوا العجين. بالنسبه للطريقه، الطريقه كنعجنوا العجينه ديالنا عاديه، كندلكوها مزيان طبيعه الحال، حتى الاخر عاد كنضيفوا القرقاع وكنخليوا العجينه ديالنا ترتاح مزيان في الاول. من بعد كنديغازيو لاباط ديالنا وكنشكلوا خبيزات صغار وكنخليوهم حتى كيخمروا وكنطيبوهم وبالصحه والراحه.